ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قامت السلطات الأمنية بمدينة بركان مساء يوم الجمعة 23 أبريل الجاري بتفريق ما يناهز 60 شخصا بعدما بدأوا إقامة صلاة التراويح رغم الحظر الليلي المعتمد في إطار حالة الطوارئ الصحية. ووفق مصادر محلية فقد تجمع العشرات من الأشخاص بحي جابر حيث بدأوا في إقامة صلاة التراويح بالشارع العام قبل أن تعمد السلطات على تفريقهم. وشهدت الواقعة إنزالا أمنيا مكثفا من أجل منع المصلين من خرق التدابير المتخذة بجميع ربوع المملكة في إطار احتواء تفشي السلالة الجديدة لكورونا. وفي نفس السياق اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة مراكش يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري 6 أشخاص من بينهم إمام مسجد وذلك بعد تنظيم صلاة للتراويح لما يزيد عن 40 مصليا رغم حالة الطوارئ الصحية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.